السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني فيديو جديد. طبعا احنا كنا قايلين قبل كده ان احنا هنتكلم عن ازاي تقوي فريقك حتى لو كان فريقك ضعيف وتوصله ان هو ينافس على البطولة او كمان ياخدها او ده نظام من الفوز كمان. قلت نشوف كده. فدلوقتي هقول لك الطريقة. انا قلت لك كتير اني هنزلها بس اسف اني اتأخرت جدا. يعني بص هتيجي نشوف فريق الاول وبعد كده تقول الطريقه. طب محدش يقول لي انت سايب احمد سمير ليه؟ انا سايبه بس عشان بلعب بيه بديل يعني مش اكتر. يعني بلعبه اساسي. تمام هقول لك بقى الطريقه. بتبيع وتشتري من قائمه الانتقالات مثلا، بس شرط اساسي تشتري لاعب قوي او مش قوي قوي تمام في مركزه. تمام ده هو مثلا ايه يعني ده كله ده الواو. لو لقيت ده اليمين واحد او ده الشمال واحد هتشتريه ده على سعر مهما كان عمره. لكن مثلا دلوقتي كلهم ده الواو مثلا تمام، وانت عايز تشتري واحد ويتباع بسرعة فهتشتري باستوني ده عشان عمره اصغر واحد فيهم كلهم. هنشتري باستوني كده تمام وهنبيعه بأعلى سعر بالشكل ده. طبعا انت كسبت فيه كتير، يعني هو ب11 انت بايعه ب19 انت كسبان. ثانية واحدة بقى اخش دلوقتي على طول فترة هذا الدوري. ممكن برضك تشتري مثلا حد من حراسة المرمى برضك. كنت اوقات بشتري لعيب مثلا حاجه و50 ايام ما بيبقى مش معايا فلوس خالص. تمام طبعا انت شايف ان اجمالي الدخل بتاع بتاع الجوله الواحده 1.9. كنت اخد 1.9 دي ولا مثلا لعيبه زي ما الطريقه اللي قلت لكم عليها مثلا اصغر لاعب او كده يعني تمام لعيب صغير بشتري حتى لو لعيب كبير بس طاقته ليا لعبه كده كده تشتري بس انت قلل سعره شويه لو كبير. تمام بتشتري تمام حتى لو حاجة و50 وتبقى أعلى السعر. هيجيب مثلا انت شاري ب500 وشوية كاف هتبيعه مثلا ب1 مليون. انك استفدت ايه نص الف مثلا. ال1 مليون ده تاخدها تشتري بقى لاعب تاني تشتري مليون تبيعه مثلا ب2 مليون 2 مليون ونص كده استفدت 1.5 مليون هتيجي تاخد وهكذا بقى لحد ما تكون مثلا فلوس 30 مليون كده ولا حاجة تبدأ تشتريها. تمام الطريقه الثانيه ان انت بتشتري من الكشاف لعيبه، لان الكشاف بيجيب لعيبه يعني بسعرها طبيعي مش زي قيمه الانتقالات بيجيبوا سعر عالي. يعني مثلا دي ماريا 31 مليون، لا دي رقم عادي. لوزانو مثلا 15 انت ممكن تجيبه 13 مثلا ممكن يعني بيقلل السعر شويه الكشاف. فانت تشتري الكشاف في بدايه تكوين الفريق. دلوقتي نوقف ونخش على الموقع الالكتروني بتاع اللعبه وعشان اوريكم البيع والشراء بتاعي طول الدوري. ورجعت لكم تاني اهو دخلت على الموقع الكنوني بتاع اللعبة. خش على الانتقالات هي بقى من الاخر خالص مليانة. بص مش اول حاجة بعت اللعيبة طبعا اللي عندي كان محمد انور بعته بأعلى سعر. طبعا ثانية بعته بأعلى سعر محمد انور تمام. بعد كده ده كان معايا بردك وبعته بأعلى سعر كده ده ببيع اللعبه اللي عندي طبعا بأعلى سعر. رحت شاري لاعب تمام كان في بدايه الدوري وببيع طبعا اللعيبه اللي عندي على سعر زي ما قلت لكم. بعد كده جبت لاعب وبعد كده بعت اللي عندي ببيع ده كل اللي عندي لسه يعني. ده كله لسه ببيع اللي عندي لسه ما ادتش الفكره اللي قلت لكم عليها.
لسه ما قلتش الفكرة اللي قلتلكم عليها. وبعدها اشتريت لاعب وبقى لسه بدأتها لسه ببيع في اللعبة بتاعتي اهو. وبعدها اشتريت لاعب. يعني بص، اهم حاجة انت بتكون فرقتك من 60، يعني مثلا هي قوتها اول حاجة لازم تبدأ ب60، اقل من كده انت مش نافع. وبعد كده بتكون فريقك لحد ما توصلوا قوتهم كلهم في 70، ممكن نلعب بس 80 واحد يزق مثلا كف الفريق، فاهم؟ وبعد كده كل اللعيبه لازم تخلي بقى كل اللعيبه 80، وبعد كده 90، وبعد كده بتوصلهم 100 بقى. ممكن بالتدريب كمان، يعني انا محمد صلاح انا كنت جايبه 99، كنت جايبه 91 حاجه زي كده يعني، وقوته وجربته لحد ما وصل 99. بس ده كل السبب في اللعيبه. وبعد كده بقى ايه، بدات اشتري لعيبه وابيعها. يعني اللعيب ده انا كنت جايبه تحت، ركزوا بس. بعد كده بدأت ايه، ابيع لسه في اللعبه بتاعتي لسه ما خلصوش. اشتريت لاعب تبع دي يا خدت 60 مليون. بعد كده بدأت ابيع، بدأت ابيع اللعبه، بدأت ابيع اللعبه اللي عندي تمام. بعد كده اشتريت لاعب. انا ممكن اطول عليكم بس بسبب ان انا ايه، بس صراحه يعني في المونتاج، صراحه في المونتاج عشان ما ازهقش. بعد كده بقى اشتريت لاعب امبابي. طبعا كنت جايبه بقوته اقل كده، بس عشان هو معايا دلوقتي بالقوه دي فاللعبه جايبه كده. يعني مش بدات بقى ايه، اشتري وابيع، بدات ايه اشتري وابيع. دلوقتي كنت جايبه ب 2 مليون و7، بايعه ب 4 و7، يعني ضعف. وهنا بقى بدات ايه، اشتري لعيبه ورحت بايعها تاني. واحد كنت شاري ب 6 مليون، بايعه ب 9 مليون 6، وده جولون وجورنان. المهم يعني واحد شاريه ب2 مليون و6، بايعه ب4 و5. استنى بس عشان عايز اوريكم بقى ايه الحاجات اللي كنت بشتري فيها لعيبه ضعيفه يعني. ماشي، ثانيه بس كده. لا ده اللعيب بتاعنا برضك، ثانيه. مثلا واحد زي ده اشتريته تمام، اشتريته ب4، بعته ب3 وشويه، وده واحد ب3 و7، بعته ب7 وشويه او 6 وشويه. استنى بس عشان عايز اجيب اللعيبه اللي انا اشتريتها اهي. مثلا اهو حاجه ما كانش معايا فلوس، اشتريت ده تمام، واشتريت ده معاه اولاد بقى ب3 و4، واللي كنت جايبه ده كنت جايبه ده بقى كنت جايبه ب8، بعته ب886 الف، بعته ب1.7. فانت بالطريقه دي بتزود الفريق بتاعك بقى تمام. الطريقه اللي تعرف تقوي بيها فريقك، والطريقه دي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. والطريقه السحريه اللي اي حد بيستخدمها كل المحترفين في اللعبه. كنت عايز اضيف حاجه بس سريعه كده. زي ما انتوا عارفين ان انا قلت لكم تجيبوا لعيبه من كشاف. الكشاف بيحتاج ان انت تجمع كوينز عشان بياخد 15 كوينز على كل لاعب بتشتري منه تمام. فانت عشان تجمع الكوينز ده، انا كنت عامل فيديو قبل كده في قناه، هحطه لكم في الوصف او في دايره البطاقات فوق، ابقوا شوفوه. دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، مع السلامه.